أبو حمزة من كربلاء يقول: إذا واحد صلى وبعد ما أكمل الصلاة اكتشف أكو نجاسة، بول أو دم غير معفو عنه مثلا في بدنه في ملابسه، شنو حكم الصلاة؟ يعني كان جاهل، كان جاهل بالنجاسة، بوجود النجاسة، يعني جهل بالموضوع عنده. فإذا واحد صلى كمل الصلاة مالته اكتشف بعد الصلاة أكو دم غير معفو عنه، أو أكو مثلا بول، أو أكو مني، أو أكو غائط في ملابسه أو جسمه، ما كان يدري بيه من صلى، ما كان يدري بيه، شنو حكم الصلاة؟ بعد ما فرغ من الصلاة شاف أكو نجاسة غير معفو عنها مثلا، أو دم مثلا غير معفو عنه، شنو حكم هذه؟ الصلاة صحيحة؟ لا تجب عليه إعادة الصلاة لا في الوقت ولا أيضا في خارج الوقت. لماذا؟ لأن هذا جاهل بالموضوع، جاهل بأنه أكو نجاسة في بدنه أو في ثيابه. هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، أو شك وفحصها ولم يحصل له العلم بها. أما الشاك غير المتفحص فالأحوط لزوما يعيد الصلاة في الوقت والقضاء في خارج الوقت إذا وجد النجاسة بعد الصلاة.